إخواني أخواتي المغاربة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد أن أذكركم بنصائح أخوكم المخزني من خلف الكواليس. إن المعركة ضد آلة القمع المخزني قد احتذبت، واستراتيجياته الاضطهادية انكشفت، فوجب علي أن أوضب نصائحي السابقة لكم على خلفة من كشف لنا من أساليبه وتكتيكاته. المخزن لحد الساعة لا زال يراهن على القمع لإطفاء نضال الشعب، وربما سوف تشاهدون في الأيام القليلة الآتية تدخلا للسلطة السياسية العليا كخطاب متلفز للملك لإعطاء دفعة معنوية لأجهزته. أؤكد لكم اليوم أن النظام المخزني لا يستطيع الاستمرار طويلا في سياسة القمع والقتل للشعب، وقد صار لنا اليوم أول شهيد بمدينة آسفي هو كمال العمري رحمه الله، وسوف يتلوه شهداء آخرون، لكن لن يكون نظامنا الحالي كسوريا أو ليبيا لسببين. السبب الأول: الاستمرار في القتل والقمع سوف يكسب المعارضين لبقاء العرش في المغرب شعبية أكثر فأكثر. ثانيا: نظامنا المخزني لا يتحمل الضغط الغربي لأن مصالح أفراده وثروتهم كاملة بيديه. ونصائحي أتلوها عليكم: النصيحة الأولى: الإبقاء على التجمع داخل الأحياء الشعبية لإكساب المظاهرة زخما وتدخما والتوجه بها نحو الشوارع الرئيسية بعد ذلك. النصيحة الثانية: طرد الخوف ومواجهة اختيارنا في النضال بكل شجاعة وثقة، فذلك يرعبهم. ومثال على ذلك المرأة المغربية في سباتة، صاحبة الطفل الصغير، التي واجهت القوى القمعية بكل بسالة وتصميم. النصيحة الثالثة: أخذ الاحتياطات الوقائية البدنية اللازمة وحسب الاستطاعة، مثل كاسك شونتيي لي بروتيج ديال الكرة، كبروتيج تيبيا لي بروتيج ديال الكود وديال الجنو، فهذا يحمينا بعض الشيء في المواجهات. النصيحة الرابعة: سلمية سلمية لا تعني إعطاء ظهورنا ووجوهنا للضرب، فعندما يصبح جسمك مقابل جسم البوليس فيجب الرد بكل الإمكانات وبكل قوة على أي عنف بعنف مثله، فمن يضربونكم لا يعتقلونكم. النصيحة الخامسة: أنصحكم وكما قلت من قبل أن المنظمين يجب أن يكونوا في الصفوف الأمامية، وأقول كذلك أن المنظمين يجب أن يشكلوا سلاسل بشرية للمواجهات الأولية، وكما كنتم تقومون بذلك في بداية الاحتجاجات عندما كنتم تقومون بسلاسل بشرية لحماية الممتلكات. النصيحة السادسة: التواجد داخل المظاهرة بمجموعات كشخصين أو أكثر، بحيث أنكم تعرفون بعضكم البعض وتدافعون عن بعضكم كفرق، وإذا لم يكن لك صديق داخل المظاهرة فيمكن أن تلازم أشخاص تعرفهم عن بعد أنهم مناضلون، وذلك مثل ما يحدث في الطواف وقت الحج. النصيحة السابعة: المندسون يتحركون كمجموعة من اثنين داخل المظاهرات، وذلك ليس للقمع أكثر منه لإفقاد ثقة المتظاهرين بعضهم ببعض وإدخال الشكوك بين أفرادهم. وأقول لكم أنكم عندما تلاحظوهم وتتعرفون عليهم أن تتوجهوا إليهم بالقول وتكشفوهم بأنهم خونة ومندسين، وبعد ذلك تبقوا وراءهم وتتبعوهم قدر الإمكان وتدل الجمهور عليه، فذلك سوف يرهبهم لأنهم يعرفون حين ذاك أن حياتهم في خطر.
النصيحة الثامنة، كما قلت سابقا وأعيد، لا تنسوا إخوانكم المعتقلين بين مجموعات الضرب البوليسية، أعينوهم على الإعتاق من توقيم، فذلك ينجي رفاقكم من همجيتهم ويعطيكم الشجاعة والإقدام. ولا تصدقوا أنهم إخوانكم كما قالت الأخت عن حسنية الأسبوع الفارط، فهؤلاء القوم قادرون على قتل أمهاتهم. النصيحة التاسعة، الشعارات يجب أن تكون دائما قوية وليست خبزية. النصيحة العاشرة، التوثيق بالهواتف والكاميرات من أعلى المباني ومن جميع الجهات يبين الرأي العام الداخلي والخارجي همجية المخزن. وفي الأخير، أخوكم المخزني خلف الكواليس يحييكم ويقول لكم عاش الشعب أبيا.